انا سميتي بشايب وجليل مهاجر في هولندا جيت المغرب عطله نشوف العائله ديالي المهم جيت مشيت باش نصرف في البيرو تشانج الاورو حطيت الطوموبيل حدا شارع الجيش الملكي رجعت من الصرف غادي نركب الطوموبيل ديالي لقيت واحد واقف لابس كوستيم قال لي السلام عليكم قلت لي السلام قال لي اخويا واش هاد الطوموبيل البيع قلت لي الحاجه اللي ما كتباع ولا ما كتشرح حرام قال لي نشوفها من الداخل طلع معايا شافها من الداخل قال لي شحال كتطلب فيها قلت لي قول انت لا قال لي قول انت قلت لي لا قول انت شحال تعطيني قال لي 13 مليون قلت انا 13 مليون ما نبيعهاش انا شاريها ب 20 وخسر عليها شي جوج المليون ونص باش جيت في الباطو وباش خلصت لوطوروت ديال فرنسا وباش خلصت المازوت انا كلمه 21 قال لي هذه هي النمره ديالك عطيته النمره ديالي صونا ليا قال لي النمره ديالي خرجت عندك انا غنعيط لك الغد عيط ليا قال لي واش ما تنقش ليا قلت لي ما نقش لك انا الوراق ديال الديوانه كل شيء دوزت لها فيزيت هنا في المغرب جمعت الوراق ديال الديوانه باش نديوانيها صافي كنت غادي للديوانه قال لي ما تديوانيهاش قلت لي علاش انا غنديوانيها هذاك الثمن اللي عطيتيني لا قال لي صافي انا غادي ندوي مع المراه ديالي وغنجي انا وياها انا مفتش ديال التعليم والمراه ديالي مديره ديال التعليم خارج كازا دار بيضاء قلت لي مشرفي المهم قال لي صافي غنعيط عليك دازت يومين عيط لي نهار ثلاث قال لي نتلاقاو قلت لي لا انا غادي لسيدي رحال نجيب العائله ديالي من سيدي رحال قال لي ولا اربعه قلت لي لا اربعه عيط لي فعلا الاربعه عيط لي مع السته قال لي نتلاقاو في القهوه ديال رؤوف قلت لي القهوه ديال رؤوف ما عرفتهاش قال لي في بورغون نعت لي قلت لي انا غنجي مع الثمانيه الا ربع قال لي واخا قلت لي الثمانيه الا ربع غادي نكون في القهوه رؤوف انا جاي كنسول سولت واحد الكارديان قال لي اخويا كان سميتها رؤوف راه شي عامين هذه ما بقى سميتها رؤوف ولا عام ونص هو قال لي انا كنبرك في قهوه رؤوف كنشرب فيها قهوه انا كنقول هذا كيكذب شويه وصلت 8 الا ربع هو يعيط عليا قال لي اجي نتلاقى واحد العنق قلت له اخويا العنق انا ما نجيش ليه قال لي فين كتسكن قلت له انا كنسكن في بورغون قدام الجامع الطاهري قال لي غتلقاني قدام الجامع الطاهري قلت له انا من هنا 10 دقائق انا تم انا حدا الجامع الطاهري انا جاي شي دقيقه كنبري على البلاصه في غنباركيني كون لقيت البلاصه كون ستاسيوني الطوموبيل واخا يعيط لي ماكش غنجاوبو انا لقيت كلشي الطوموبيلات عاملين درت واحد الرومبا صغيره حدا الجامع الطاهري باش ندور نشوف شي بلاصه على اليمن هو يعيط عليا فلانه بشعيبه بشلعيب وقفت ركب معايا قال لي سير نشوفو الموتور داني واحد الباركين قدام العنق الباطيمات العنق على الخلاق حليت ليه الكابو نزل شاف الموتور قال لي واش الموتور حقيقي ولا مكولي فايت منو قلت ليه لا انا شاريه من الكراج من هولندا وعندي الكارونتي 6 شهور ها هي الكارونتي وعندي في الطوموبيل قال لي صافي انا طقت بك وجهك ماشي ديال داك الشيء سد هو الكابو قال لي طلعت زدنا واحد 5 متر ولا 6 متر بدات كتعطيني في التلفزيون الكابو محلول التصويره ديالو قلت له وقف اخويا راه الكابو محلول قلت له وقف ولا الكابو درق لينا البار بليز طلع نضربوا شي واحد نقتلوا ولا غادي للحبس قال لي لا لا حنا قربنا ندوروا للشارع درنا للشارع وقفنا هو يقول لي نزل سد الكابو انا بغيت نهز الساروت نديرو في جيبي حشمت بحال دار لي الطلاميس السحر نزل نسد الكابو رجعت باش نركب هو يدير لها واحد الديماراج بحال لاعب كورس ديال الطوموبيلات شي 10 دقائق عيط عليه قال لي اسمح لي اسمح لي راه داك الديبار اللي درت راه بغيت نجرب على الطوموبيل انا حداك بقيت كنتسنى شي 20 مينوت ما جاش عيط ليه لقيت التليفون مطفي عيط ليه التليفون مطفي الكارو ديالي تم الوراق ديال الطوموبيل تم الوراق ديال الارض ديالي في الكوفر الوراق باش غنديواني الطوموبيل في الكوفر بل يمول ديتاي
مشيت عندو خط 10 كوار وقال لي واش انت هو اللي نزلتي وسديتي الكوفر؟ قلت له ايه. قال لي هذاك خينا ماله على ذاك السوكان ماله؟ قلت له هذاك اخويا راه طوموبيلتي راه سرق عليا. قال لي دابا تمشي للكوميساريه ديال البدر وهذاك مول دي تايم سكيل هو اللي شد ليا الطاكسي، هو اللي قال لمول الطاكسي ديه للكوميساريه ديال البدر وداني. وانا دابا علمت لاسورانس ديال هولندا، هولندا راه طالقه انتربول في المغرب. انا كنوصي اللي غادي يبدل لها البراكي ويشريها راه غادي يحصل، واللي فصلها ودار لها شي حاجه باع ليها كل شيء فصلها راه غادي يحصل، حيت الطوموبيل غادا تجبد. وانا كنوصي الطوموبيل ترجع. البوليس راه عاملين القانون ديالهم هنا في المغرب، وانتربول ديال هولندا راه عامله هنا القانون ديالها باش يعرفوا الطوموبيل واش سرقات بصح ولا لا ولا كان كذب. وفعلا الطوموبيل سرقات.